استخدم قانون التجميع في الجمع لتكتب العبارة لدينا 77 زائد 2 بين قوسين زائد 3 بطريقة أخرى. فقم بتبسيط كلا العبارتين لتبرهن أنهما يمتلكان نفس الناتج. يبدو لنا أن قانون التجميع في الجمع معقد جدا، وهو يعني أنك تستطيع ربط هذه الأعداد الثلاثة بطرق مختلفة، أو أنه يمكنك أن تجمعهم بترتيب مختلف. دعوني أوضح ذلك. الطريقة التي تمت كتابة المسألة بها 77 زائد 2 بين أقواس ومن ثم كتب زائد 3 تدل العبارة الموجودة بين قوسين على أن تحسب 77 زائد 2 قبل الجمع مع الثلاثة، وإذا أردنا تقييم ذلك فسوف نقيم ما بين الأقواس أولا، فنقول حسنا إذا ما بين الأقواس 77 زائد 2 يساوي 79، تكون قيمته 79، ويبقى لدينا زائد 3، و 79 زائد 3 يساوي 82، إذن الناتج 82. هذا إذا قيمنا بنفس الترتيب الذي أعطي لنا. الآن يقول قانون التجميع في الجمع أنه لا يهم إذا جمعنا 77 زائد 2 أولا وقمنا بجمع 2 زائد 3 أولا، فيمكننا ربط العبارات بالطريقة التي نريد. إذن هذا يفيد نفس الشيء ونستطيع كتابته بهذه الطريقة. دعوني أكتب جميع الأعداد 77 زائد 2 زائد 3. إذا لم يكن لدينا أقواس هنا، إنه في الواقع نفس الشيء هنا، لأن 77 زائد 2 يساوي 79 زائد 3 يساوي 82. لكن هل تعلم ماذا يفيد قانون التجميع؟ يمكن كتابتها على النحو 77 زائد 2 زائد 3 بين أقواس، ويمكن أن نجمع أولا 3 زائد 2 ثم نجمع 77 لنثبت هذا لأنفسنا. إذن 2 زائد 3 يساوي 5، و 77 زائد 5 و 77 زائد 5 يساوي 82 مرة أخرى. إذن لا يهم كيفية ترابط الأعداد، ففي جميع الأحوال سنحصل على 82، وهذا هو قانون التجميع في الجمع.